هل يجوز للمرأة الحائض قراءة المصحف الذي في الهاتف؟ الجواب نعم يجوز لها أن تختم القرآن فيه لأنه لا يمكن أن يعرض منه أكثر من صفحة واحدة. الصفحة الواحدة هي جزء طبعا أقل أقل شيء في الجزء فيجوز لها أن تختم فيه القرآن ولا حرج في ذلك فليس مسه كمس المصحف الكامل وإنما هو مثل مس الصفحة الواحدة.